4 3 3 عاديه اهي، ما فيهاش حاجه ولا فيها اي اختراع، بس سبحان الله لما تبدا الماتش وتتفرج على 4 3 3 دي تلاقي ان اسكو فجاه كده بيتحرك في الملعب كله في اي مكان هو عايزه، بيتحرك فيه مسموح له يعمل اللي هو عايزه، ومسموح له كمان ان هو يطلع قدام ايدن هازارد وايدن هازارد يرجع مكانه، ومسموح انك تلاقي فيدريكو فالفيردي رجع ورا وتلاقي توني كروس طلع قدامه، ومسموح كمان انك تلاقي واحد من نجوم الماتش هو كازاميرو. ليه؟ لان كازاميرو واحد من الناس اللي انت لازم ترمي تقول لك وحملك كله عليها، علشان ده ممكن يكون احسن ديفندر في العالم بعيد عن منافسينه بخطوات كتيره جدا. فكازيميرو بيديك حريه انك اللعيبه اللي تحت حتى لو ما كانتش بتدافع هو يعرف يدافع من مكانها، وكمان بيديك حريه انك لو حلت بالطريقه جوه الملعب 4 1 4 1 فكازيميرو هيكون مركز مهم جدا هيقدر يحافظ لك على التوازن اللي موجود جوه الملعب. علشان كده كازيميرو مش يستاهل بس يكون مان اوف ذا ماتش النهارده، كازيميرو يستاهل يكون مان اوف ذا ريال مدريد على طول. بسم الله الرحمن الرحيم. قبل ما نتكلم في حاجه، خد تعالى، انت كنت مستني ريال مدريد ممكن يتعادل او يخسر قدام اسبانيول اللي هو اخر الجدول اللي هو بنسبه كبيره جدا هيهبط، غير ان ريال مدريد حاليا قوي جدا علشان خاطر عنده ثقه غير طبيعيه، لان فعلا جمله المكسب بيجيب مكسب والمكسب بيجيب ثقه دي موجوده في عالم كره القدم، وانك لما تلاقي ان انت بتكسب برغم انك مش واو جوه الملعب، وبتكسب لما بتكون واو وبتكسب في كل حالاتك، فبتحس ان في ثقه وان الكره عايزانه وان الكره حبانه. عكس الناحيه الثانيه بتلاقي ان المنافس بتاعك عنده مشاكل، المنافس اللي بالمناسبه لو انتم مشجعين برشلونه عايز اقول لك ان مبروك، لو انت فاهم ان ريال مدريد تعثره النهارده كان هيخليك ترجع تنافس على الدوري ثاني، فعايز اقول لك ان امبارح بعد المباراه كيجي 60 اتخانق مع اللعيبه جوه غرف الملابس، واللعيبه قالوا له ان اسلوبك مش مناسب ان هو يكسبنا بطولات، على اساس ان هو بسم الله مش مكسرين الملعب كله مجهود، بس الاسلوب بتاع الراجل هو اللي مش مناسب. ريال مدريد النهارده كان بيوريك معنى ال 4 3 3 فيها كميه حركه كبيره جدا من اللعيبه في الشوط الاول، لان ريال مدريد الشوط الاول كان مثالي جدا، الشوط الثاني ريال مدريد نازل الريتم شويتين ثلاثه علشان خاطر لها ان خلاص المباراه ممكن تكون انتهت اكلينيكيا، لان انت بتلاعب فرقه ما عندهاش بعنصر بدني كويس وما عندهاش كمان ناس موجوده على الدكه كويس، وده اللي احنا بنتكلم فيه من ساعه الكوره ما رجعت، اللي هو يا جماعه اللي عنده دكه بودره قويه هو اللي عرف يسد في الماتشات اللي فيها عنصر ضغط كتير جدا، لان مش كل الفرقه عندها استعداد تلعب ماتش كل 3 ايام، مش كل الفرقه عندها دكه ممكن تساعدها لما اللعيبه الاساسيه يقعوا بدنيا في ماتشات، لان طبيعي جدا انت بتضغط الدوري علشان خاطر عايز تنجز، بس في ضغطك الدوري دي هتظلم شويه انديه، شويه انديه ممكن ما يكونش عندهم لعيبه بجوده جيده نوعا ما تسد الفجوات اللي هيكون منتظر ان هم يسدوها، فدي حاجه ممكن تكون ظلمت ناس، بس دي حاجه بينت مدى ان ريال مدريد فريق مرعب، وان ريال مدريد فريق بيمتلك كل العناصر اللي تساعده ان هو يتم تتويجه بالدوري في جدول مضغوط جدا، فالحته دي بصراحه فرقت ريال مدريد. الريال ممكن يكون اكتر فرقه في الكوكب ده كله استفادت من رجوع الكوره بعد جائحه الكورونا، لان الريال بعد جائحه الكورونا هو اثبت للكوكب قد ايه ان لا يا جماعه المنظومه الناجحه هي اللي بتبان وقت الازمات ان هي الاقوى. ريال مدريد حاليا لا هو الاقوى، وبعيد جدا عن برشلونه وبعيد جدا عن اي منافس موجود في اسبانيا حاليا. فريال مدريد دلوقتي احب اطمنك واقول لك انك بنسبه 80% هتاخد الدوري لو عديت ماتش اتلتيكو بالباو، واقول لك الف الف مبروك يا صديقي. وبالنسبه للالف الف مبروك مش تخسر حاجه، لو عملت لايك او عملت سب مش عيب ولا حرام يعني. انت ماتش النهارده كنت مستمتع جدا في الشوط الاول، الشوط الاول انا بصراحه كنت قاعد متكيف من اللي بيعمله ريال مدريد، بحس ان ريال مدريد لا ال 4 3 ال 4 3 3 بتاعتهم فيها شغل عالي قوي من زين الدين زيدان، فيها حاجات من طبيعه زين الدين زيدان، انا بحب العب على اطراف كتير قوي، حتى لو ما عنديش لعيب بيعرف يلعب كرة وبدماغه في الصندوق زي كريم بنزيما، بس مع ذلك انا مستمر بالمبدأ بتاعي. ليه؟ لان ده شغلي، ده عقيدتي، دي هويتي كمدرب، دي هوية زين الدين زيدان، هو بيحب يوسع الملعب وبيعمل استريتش للملعب، دي هوية زيدان، حتى المهاجم اللي كان موجود مش بيساعده على الطريق، بس دي الهوية، لو فقدها هيضيع، انما يحاول يطورها ويحاول يلاقي حاجة تفيد كريم بنزيما من ضمن الهوية دي هتفيده طبعا، لانك لما تلاقي ان في كور عرضيه بتتلعب على الارض، الحاجه اللي احنا كنا بنتكلم فيها الفتره اللي فاتت ان كريم بنزيما لو لعبت له على الارض كتير هتلاقي ان في كميه ابداع وحاجات كتير قوي بتطلع. فبنزيما لما الكره لعبت له على الارض وعرضيه الراجل لعبها عالميه بصراحه لكازيميرو، كازيميرو اللي انا قعدت اقول لك ان قد ايه كازيميرو من كتر ما هو لعيب ممتاز جدا هو مؤثر في طريقه ريال مدريد، وكازيميرو دايما بيكون واحد من حجره الاساس في ريال مدريد، هو وفريدريكو فالفيردي ربنا يبارك لهم بصراحه، يعني الاثنين دول يعني كافلين ان انت تخليك لا الريال لازم ياخد الدوري، لا كازيميرو لازم ياخد الدوري، كازيميرو لوحده لازم ياخد الدوري السنه دي بصراحه، يعني كازيميرو لوحده السنه دي واحد من نجوم ريال مدريد المؤثرين والمهمين جدا، والوقت كمان بتلاقي ان كازيميرو بيطلع يجيب اجوان والمهاجمين وصناع الالعاب مش عارفين يجيبوا اجوان في الوقت اللي انت منتظر ان ايدن هازارد يسد فجوه رونالدو، والوقت اللي انت منتظر انك تشوف فيه طب هنعمل ايه مع جاريث بيل، طب هنعمل ايه مع كذا، وتلاقي ان الديفندر بتاعك هو اللي بيطلع يخلص لك الماتشات. لا يا جماعه
شابوه. ده غير رقم اربعه المجنون المهووس باحراز الاهداف سيرجيو راموس. لا يا جماعه ريال مدريد بصراحه فرقه تقيله قوي، بس ما كانش بيساعدها الحظ. الحظ مثلا انك كنت تلاقي ان ريال مدريد لو متعقرب معاه الكوره مش هتخش جون، مش هتخش الجون، مش هتعدي من على خط الجون لو عملت ايه، حتى لو جون فارق بتلاقي كان بتعقرب. انما دلوقتي لا، زيدان مسك السبحه، وطالما زيدان مسك السبحه مبروك عليك الدوري، ومبروك عليك كمان احتمال دوري الابطال، وربنا يستر انك تطلع واخد كل البطولات السنه دي. انا مش بقر عليك ولا حاجه، بس هي دي الحقيقه. زين الدين زيدان حاليا هو النسخه الاقوى في العالم، فربنا يبارك لك يا صديقي، مش هتخسر اي حاجه لو عملت لك او سبسكرايب. ومبروك يا اسطى ليك مسبقا على الدوري، لان احنا مش فاضيين قاعدين نتخانق مع بعض والمدرب، ونشوف الدنيا هتبقى بالنسبه لنا عامله ازاي، وهنطلع المدرب بتاع برشلونه بيمسك مكان كيكي ولا الدنيا تبقى. بص احنا خلاص دعنا والدنيا بالنسبه لنا راحت، ومبروك عليك الدوري بقى.